يتجهز الجيش الإسرائيلي لتكتيك مختلف لعملياته داخل القطاع. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القتال سيعتمد على معلومات استخباراتية لتحديد المهام والغارات الجديدة التي ستكون دقيقة وتتركز على أهداف بعينها من بينها اغتيالات. أما العمليات البرية فستكون أقل كثافة وعشوائية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن مخطط من 4 نقاط لمستقبل غزة: نزع السلاح بشكل مستدام، وتشكيل إدارة مدنية تعمل على إعادة بناء المنظومة الاجتماعية بدءاً من المدارس والمساجد. سيكون هناك نوع من عملية القضاء على التطرف التي ستبدأ في المدارس والمساجد لتعليم هؤلاء الناس مستقبلاً مختلفاً عن إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب. أما حاجة أهالي القطاع الماسة لاستعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الإعمار فجاءت في ذيل الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة.